مرحبا بكم في ضمن ودادية الأنوار. ودادية الأنوار لديها وصل إيداع نهائي قانوني أي قانونية 100%. ودادية الأنوار عندها مكتب اللي هو الآن تنصوره فيه، عندها الكونت يعني الحساب في البنك، وعندها لحد الآن مشروعين كبيرين، مشروع ديال كابونيغرو اللي هو الموين ستاندين او المتوسط الجوده، وهذاك مشينا فيه يعني تقدمنا فيه شويه، وطبعا نحن بصدد داك ما يسمى بالوعد بالبيع او لو كومبرومي دو فونت، وغادي نديروا من بعد داك باش نطلبوا بالرخصه بعد امتلاك الارض ديالنا. طبعا خرجوا لي زافون بلون، والان ننتظر ما يسمى بالافون بروجي بلس داك الماكيت وان سي دي باش كناخذوا الموافقه المبدئيه من عند السيد الوالي. بالنسبه للمشروع الواعد حتى هو وخلاق واللي في حقيقه ضجه كبيره، واللي كنشكركم جميع الاخوه الاخوات سواء في رجال ونساء التعليم سواء في جميع القطاع المهنيه الاخرى على التجاوب ديالكم وعلى المراسلات العديده. ورحنا طبعا نرحب بالصدر الرحب دائما من هنا في المكتب اللي سمحوا لي بهذا المنبر ديالكم اللي هو تيتوجد شارع الحسن الثاني الطابق الثالث مكاتب الناخيل رقم 32. ودايرين رهن الاشاره ديالكم واحد المجموعه ديال السوشيال ميديا كصفحه رسميه رقم يعني حساب على الانستغرام، حساب في اللينكدين، في تيليجرام، في قناه شانل على اليوتيوب اللي من خلالها ان شاء الله غادي نديروا المواكبه فاش يكونوا كنبنيو فاش نديروا لابارتمون تيموان مسائل ديالنا كلها. حنا في الشعار ديالنا هو المصداقيه الشفافيه وما تنبيعوش اوهام للناس اللي كاين رحنا تنقولوه. مرحبا بكم، حنا بغينا ندير لكم هذا الاوفر هذا للاخوه والاخوات الاساتذه اللي هو اوفر سوسيال، ربما نحن لا نعيد 100% ربما يكون فيه حتى البيسينه كما تقولوا هنا المسبح، ولكن الاهم هو بناء جيد والاثمنه في المتناول والطريقه ديال الاداء عن طريق ذاك الاتفاقيه ما بيننا كوداديه ومؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه رجال ونساء التعليم والبنك. طبعا هذه المساله هذه يعني بكل سلاسه تتم وبكل بساطه، ما عليكم الا تجيو تزورونا في المكتب تاخذوا وتسحبوا الملف ديالكم، تاخذوا الوثائق اللي خصكم تعمروها، صوره حديثه جوج ديال الفوتوكوبي ديال او النسخ ديال المصادقه عليها ديال بطاقه التعريف الوطنيه، وكتاديو واحد ثمن الانخراط اللي هو بسيط، كتخلصوا واحد 800 درهم في السنه الاولى كان انخراط سنوي، وفي السنوات الاخرى حسب التنصيص على القانون الداخلي فقط 300 درهم. طبعا الا سمحتي لي اخ هذه هي البطاقه، طبعا الصوره ديال احد المنخرطين دايره هي الكترونيه، وطبعا هذه الصوره هذه البطاقه كتسمح لك باش من بعد ان شاء الله ملي كتسالم السكن ديالك باش تستافد واحد المزايا كمثلا الا كان شي يعني سيرفيس في وسط هذا تاخذ انت باثمنه فورفيتير. الثمن ديالنا واضح 5000 درهم ماشي الاقتصادي هذا الاجتماعي، وممكن الا توفقنا في واحد الارض فيها البلون ديالها غادي يكون فيها البيسين غيولي كتاخذ بثمن متوسط الجوده كتاخذ نتايا فقط داك سميتو بثمن الاقتصادي. حنا طبعا غيكون منظم مهيكل فيه دي كاميرا فيه السكيورتي فيه واحد المجموعه ديال المزايا، وكتسكن مع ناس في المستوى. كيفيه الاداء سهله، كتخلص في الدفعه الاولى 4 المليون، يعني هذه الطريقه باش تخدم الوداديات والجمعيات انك تكوليكتي 4 المليون كنجمعوا داك القدر ديال الارض تنقتنيوا الارض، وقبل ما كنقتنيوا الارض حتى كنشوفوا واش محفظه، واش عندها لانوت ديالها التاليه، واش ما عندها حتى شي اكراه من الاكراهات يعني في الصرف الصحي الى اخره. ومنين كنقولوا تنعيط لكم كتشوفوها حتى كديروا واحد التصويت في جمع عام برفع الايادي كاملين، وداك الساعات او بالاغلبيه بالاحرى ديك الساعات كنتوكلوا على الله وتنديروا تتم البيعه، كيترهن لك داك 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 لاكت ديال تيتر مير، ومن بعد تندوزوا الاتفاقيه. اللي بغى ياخذ اللي كان استاذ مزوج واستاذه بغى ياخذوا 15 مليون غتجيهم 0%، اؤكد 0%. الدوله هي اللي غتخلص الفائده لهذا، وهذه خاصه غير بالسكن ماشي بسميتو بشي حاجه اخرى، دونك غير بالسكن. والملف راه هو توا 0% فقط،
كاينه اون اسيغونس، وهذه مساله تنظن طبيعيه وبديهيه. حاجه اخرى، الا بغى الانسان اللي بغى ياخذ 30 300 الف درهم فعوض يعني ياخذها بجوج فاصله جوج من حقه. دونك هذا هو اي واحد يمكن له يكمل ويعطينا يخلص لنا يكمل لنا 35 كنزولوا له 2 مليون، تتبقى غير 33 مليون. هذا هو كيفية التعامل. وحاجة أخرى، الضمانات واضحة. احنا أساتذة، أنا عبد ربي شخصيا أشتغل في قطاع التعليم، أستاذ الفلسفة وأب لأربعة أطفال، والحمد لله معروفين بالنزاهة ديالنا والصدق، ولولا النزاهة والصدق ما كانوش يعطيونا وصل الإيداع النهائي، لأن كتدار علينا واحد البحوث صارمة عند السلطات. دونك مرحبا بكم، بغيتو تقتاني، وهذه فرصة راه لا تعوض، وكنتمناو التوفيق لنا جميعا، وهذه فرصة ديالنا وديالكم جميعا، فيد في يد نزيدوا القدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.